اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بيت ساره. هنتكلم النهارده عن البقدونس وعن الفوائد اللي نقدر ناخدها منه. اول مره يتزرع فيها البقدونس كانت في البلاد اللي حوالين حوض البحر المتوسط، وناس كتير قوي بتستخدم البقدونس في التزيين. تعالوا يلا نعرف في حلقتنا النهارده ايه علاقه البقدونس بمرضى الكلى. البقدونس من اهم الخضروات اللي لازم مرضى الكلى يهتموا انه يكون موجود في اكله. ليه؟ لان البقدونس ليه دور كبير في تطهير الجهاز البولي والكلى والمسالك البوليه. كمان البقدونس ممكن نعمله باكتر من طريقه. ممكن ان احنا نحطه في العصاير بتاعتنا، هيديها طعم حلو وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه. كمان ممكن نشربه سواء البقدونس الاخضر او البقدونس المجفف. طب بجففه ازاي؟ ان انا احط البقدونس الاخضر في الميكروويف حوالي دقيقه لدقيقتين، ده بيخليه مجفف بالشكل ده. وبشربه ازاي؟ ان انا بغلي ميه واحطه في الكوبايه واغطي عليه 10 دقائق وبعدين اشربه. ما ينفعش ان انا اغلي ابدا البقدونس علشان ما افقدش القيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. من زمان والناس بتستخدم البقدونس ده كمطهر للكلى، وزي ما اثبت كمان الطب الحديث انه ليه فعاليه كبيره جدا في تطهير الكلى بسبب المركبات اللي موجوده فيه. البقدونس ليه فايدة كبيرة جدا في انه كمان بينظف وبيعالج التهابات المثانة والمرارة. البقدونس بيختلف شكله من مكان لمكان، يعني في اوروبا موجود البقدونس بس مش بالشكل ده، بيكون بقدونس الجدر. طب شكله ايه؟ بقدونس الجدر اللي موجود في المزارع بتاعة اوروبا بيبقى شبه الفجل، لكن طعمه والفوائد بتاعته هيها نفس البقدونس الاخضر. طب ايه المشترك ما بينهم؟ ان هما الاتنين بيحتفظوا بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسمنا. اهم فوائد البقدونس انه غني بفيتامين كي، وفيتامين كي ده مهم جدا عشان هشاشة العظام، خصوصا اللي مرتبطة بالعناصر اللي بتقلل من امتصاص الكالسيوم. تاني حاجة، البقدونس غني بمضادات الاكسدة، فده بيحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية وبيمنع الشيخوخة المبكرة. البقدونس غني بفيتامين سي، فكويس جدا خصوصا لما يكون عندنا برد او انفلونزا. كمان بيساعد على امتصاص الحديد عشان الفيتامين سي اللي موجود، فيفضل ان احنا نحطه دايما تحت المشاوي. البقدونس ليه دور مهم جدا في توازن الهرمونات، خصوصا للسيدات في الفتره اللي بيحصل فيها انقطاع للطمث، لانه هو بيحافظ على افراز الهرمون الاستروجين، وفي خواص شبه الهرمون الاستروجين ده. كمان البقدونس مهم جدا للعنايه بالشعر. البقدونس بيزود من انتاج الكيراتين والكولاجين، ودول مهمين جدا عشان يحموا الجلد والشعر بشكل خاص. البقدونس بيقاوم كمان تساقط الشعر، فهو مهم جدا لو انا عندي صلع وراثي ان انا ازود من اكلي في البقدونس. البقدونس ممكن استفيد منه ان انا اقلل القشره او مشاكل الحشرات اللي بتيجي في الشعر عن طريق ان انا اغسل شعري بمغلي البقدونس، يعني اغلي ميه واحطه على البقدونس وبعدين اغسل بيه شعري، ده مفيد جدا للشعر. كمان البقدونس ممكن اقضي بيه على ريحه الفم الكريهه، علشان ماده الكلوروفيل اللي موجوده فيه دي بتقتل البكتيريا الضاره اللي بتسبب الريحه الكريهه للفم. طب وايه كمان؟ البقدونس ليه فوائد كتير قوي مهمه، يا ريت نحطه في العصاير بتاعتنا، بيديها نكهه حلوه وجميله وفي نفس الوقت بيرفع من القيمه الغذائيه بتاعتها. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده عن البقدونس، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج بيت ساره.